في إطار جهودها في التصدي لجائحة كورونا، سخرت مملكة البحرين مختلف التقنيات الحديثة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما عملت المملكة على تنفيذ مجموعة من الممارسات الرقمية لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الحكومية في ظل الأوضاع الراهنة. استجابة مملكة البحرين لجائحة فيروس كورونا على الصعيد الرقمي جاءت انطلاقاً من الإطار الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية والبنية التحتية القوية للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، فضلاً عن المبادرات الناجحة للتحول الرقمي الشامل والتزام المملكة بأفضل الممارسات الدولية في مجال التكنولوجيا والاتصالات، إذ تعد البحرين أول دولة في المنطقة تعمل على تطبيق سياسة الحوسبة السحابية لإعادة تصميم إجراءات الخدمات الحكومية، الأمر الذي أسهم في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة. ويعد تطبيق مجتمع واعي خير مثال لجهود المملكة في طرح تطبيق للهواتف الذكية وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي لتطويره، ودور التطبيق في تسهيل عمل الفرق الوطنية التي تعمل ضمن الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة وخاصة مقدمي الرعاية الصحية، وذلك من خلال تحديد وتتبع وفحص الحالات وعزلها وتوفير العلاج اللازم لها. وقد أبرزت جائحة كورونا أهمية التكنولوجيا ودورها في توفير مختلف الخدمات الرقمية السريعة والمرنة، كما أكدت على قيمة التكنولوجيا كأحد عوامل التنمية المستدامة في الدول، وها هي مملكة البحرين تضرب أروع الأمثلة في هذا الصدد.